نشوف حاجة في الـ AEC اللي هو البريطاني بين تكنولوجي بروتوكول ده. لو أنا عايز مثلا أعمل implementation planning في قلب الشركة، فأول حاجة لازم أكون عارفها الـ rules and responsibility، كل واحد إيه دوره وإيه الحاجات اللي هو مسؤول عنها. إحنا المهام عندنا تتقسم لحاجات استراتيجية وحاجات إدارية وحاجات إنتاج هيعمل هو المدن. فبنلاقي إن إحنا عندنا مثلا في الاستراتيجية في واحد هيعمل كوربت اوبجكتيف، واحد يعمل مثلا سيرش، واحد هيظبط الورك فلو فترة العمل تبقى ماشية ازاي، الستاندرد اللي احنا شغالين بيه، التريننج، الامبلمنتيشن، كل الحاجات دي بتقع مع البيم مانجمنت. في ناس بقى مسؤولة عن الإدارة بتاعة المشروع نفسه مش الاستراتيجية بتاعة الشركة. الاكسكيوشن بلان ده بيخص مشروع، الموديل اوديت ان انت تبحث الموديل، الموديل كوردينيشن، الكونتنت كرييشن ده ممكن يبقى معقول في الكوردينيشن، وممكن في بعض الحاجات هو بيشارك في مثلا تريننج مع البيل مانجمنت وبيشارك مع الموديل، ممكن في حاجات بتبقى صعبة هو يعملها. وفي جزء خاص بان احنا نعمل الموديل نفسه وان احنا نعمل شتات، الحاجات دي خاصة بالموديلنج تمام. ويفضل ان الناس كلها تبقى عندها دراية بشغل بعض، دراية يعني بشرح له انا عملت الحاجة دي ليه، بس مش لازم اقول له لا تعالى نعمل مع بعض البيم امبلمنتيشن ونحط الخطط، لا احنا بنشرح له اتعمل ليه وازاي وفين، واي اسئله عايز يسالها مش مقتنع بيها نبدا نتناقش معاه ونوضح له الفكره كلها اتعملت ازاي. البيم مانجمنت ممكن يشارك في السيشن بلان، بس هو لو شارك في ان هو يعمل موديل مين اللي هيراجع؟ هو المفروض تبقى تقسيم الادوار، انا شغال في البيم مانجمنت ولا الكوردينيشن ولا الموديلنج.